السلام عليكم. راح ناخذ اليوم ان شاء الله تشغيل جرسين بواسطة ضغطين، وايضا تشغيل او اضاءة لمبتين او مصباحين اضاءة لحظية ومضية ومضات بواسطة ضغطين ايضا، مع اضافة ابريز في الدائرة. يعني راح نشغل الجرس اللي على اليسار من خلال احد الضواغط على اليسار، وبرضه كمان تشغيل الجرس اللي على اليمين من خلال احد الضواغط اللي على اليمين، ايضا تشغيل المصباح اللي على اليسار الاحمر بواسطة احد الضواغط على الجهة اليسار، وتشغيل اللي هو المصباح الاخضر من خلال احد الضواغط في الجهة اليمين. نبدأ الان بالتوصيل، ومن العلبة اللي في الوسط خطوط المصدر. الآن عندنا خطوط المصدر واضحة، ثلاث خطوط، هذا الخط الحامي أحمر، وهذا الخط البارد أزرق، وفي عندنا أيضا الخط الأرضي اللي وصلناه مباشرة على الإبريز. الآن راح نضيف بعض التمرين إبريز في الدائرة. راح نبدأ الآن التوصيل داخل العلبة اللي في الوسط. أول شيء الخط الحار الأحمر من المصدر راح نوصله إلى الجهتين، الجهة اليمين والجهة الشمال للضواغط، برضو راح ننزله كمان في على خط الإبريز الحار. إذا راح يتصل الخط الأحمر الحار مع الجهة اليمين والجهة الشمال، وراح ينزل كمان على الإبريز تحت. إذا هاي بنأمن الخط الحار يصل للجهات الثلاثة اللي هي يمين شمال وتحت. طبعا أي إبريز بنوصله لازم يصلوا خط حامي وخط بارد، إحنا الآن وصلنا للخط الحامي. أيضا أي ضغط لازم يصلوا خط حامي من المصدر. هذا الخط الحار وصل للجهات الأربعة. الآن بظل الخط البارد باللون الأزرق، راح نوصله برضو نفس الشيء للجهة اليمين وللجهة الشمال، وراح ينزل كمان على الإبريز. فبيكون لك الإبريز وصله حامي وبارد. خلينا نوصل الخط البارد للجهات الثلاث. طبعا زي ما حكينا الإبريز بده خط بارد، هنا وصلنا له الخط البارد، والجهة اليمين والجهة الشمال في عندنا أجراس وفي عندنا لمبات، الأجراس واللمبات بدهم خط بارد. هنا وصلنا الخط الأزرق للجهتين. طبعا يجب ربط الأسلاك جيدا بواسطة زردية عازلة، وأيضا تغطيتها إما بتب عازل أو بكبشاي أو طربوش. هاي العلبة بكون انتهى فيها التوصيل، وصلنا الخط الحار للجهة الثلاث والخط البارد وصلنا للجهة الثلاث. ننتقل الآن على الجهة اليسرى. الجهة اليسرى راح في عندنا الخط الحامي والبارد اللي جبناهم من العلبة الوسط، هذا الخط الحامي والبارد، وفي عندنا هنا ثلاث خطوط، ثلاث خطوط، اثنين راجع وواحد بارد من الجرس. إذا نضع عندنا ثلاث خطوط، واحد أزرق اللي هو بارد للجرس وللمصباح اللي فوق. إذا هذا الجرس والمصباح اللي فوق اشتركوا بالبارد ونزل البارد عبر الماسورة لعند البارد الأزرق اللي هو، وهذا راجع المصباح، وهذا راجع الجرس. الأصفر راجع الجرس والأسود راجع المصباح. وفي عندنا كمان هنا من الضواغط ثلاث خطوط برضو من الضواغط، من جهة الضواغط ثلاث خطوط، واحد الأحمر مشترك للضغطين، وصل للضغط الأول والضغط الثاني. إذا راح نوصل فيه الخط الحار هذا، وهذا راجع من الضغط الأول وهذا راجع من الضغط الثاني. طيب خلينا نوصل الآن أول شيء الخط الحار الأحمر للضواغط بحيث يصل للضواغط عن خلال الخط الأحمر هذا. إذا هاي الخط الحامي وصل للضواغط من خلال هاي الوصلة، وصلنا الخط الأحمر اللي هو باعتبار الخط الحامي اللي رايح على الضواغط. طبعا هذا الخط الحامي واصل إلى كلا الضاغطين داخليا. برضه الخط البارد، هذا الخط البارد راح نوصله للمصباح وللجرس، راح يصل من هون من النقطة المشتركة هاي الأول للمصباح وللجرس. وصلنا الخط البارد إذا للجرس وللمصباح، وصلنا الخط الحامي هون للضواغط اثنين. طلع لنا الراجع الأسود اللي راح يشغل اللمبة، بنوصله مع الراجع الأسود الجاي من اللمبة.
اذا هذا راجع جاي من الضوابط، من الضغط الاله، وهذا الان من جاي من المصباح. نوصلهم كويس ونغطيه. ظل عندنا اخر شيء اللي هو راجع الجرس مع راجع الضغط تبع الجرس مع بعض. طبعا احنا بنقصد بخط راجع الجرس يعني هو الخط الواصل بين الجرس والعلبة، او مثلا راجع الضغط هو الخط الواصل بين الضغط والعلبة. ننتقل الان على العلبة اللي باليمين، ننتقل على العلبة اللي باليمين الان. نفس الشيء العلبة اللي باليمين، في عندنا خط حامي وبارد سحبناهم احنا من الماسورة عبر من العلبة اللي في الوسط الى العلبة اللي على اليمين. في عندنا كمان نفس الشيء ثلاث خطوط جايات من الضواغط، الاحمر هو مشترك للضغطين حار حامي، وراجع الجرس راح يصل الجرس، وراجع الضغط الثاني اللي راح يصل للمصباح. وهون في عندنا فوق راجع المصباح، راجع من المصباح، وراجع من الجرس، وفي عندنا هنا اللي هو البارد المشترك للمصباح من الجرس. خلينا اول شيء نوصل الخط الحار، هذا الخط الاحمر الخط الحار للضواغط. طبعا القاعدة العامة بتقول انه الضواغط والمفاتيح لازم يصلهم خط حار، واحنا اعتمدنا الخط الحار هو باللون الاحمر، والخط البارد هو باللون الازرق. نوصل كمان الخط البارد لا المصباح والجرس. هاي وصلنا الخط البارد للمصباح وللجرس. طبعا على اعتبار انه الضاغط والمصباح اللي المجاور له اتصلوا او اشتركوا في خط بارد وداخل العلبة ونزل في الخط الازرق. وظل عندنا راجع الجرس وراجع المصباح. خلينا نوصل راجع المصباح بالاول الاسود مع الاسود اللي جاي من المصباح. إذا الأسود اللي جاي من الضغط مع الأسود اللي جاي من المصباح نوصلها مع بعض باعتبار وصلنا هيك راجع المصباح. بحب أذكر أنه هنا في بعض التوصيلات بنعتمد الخط البارد باللون الأزرق، وفي بعض التوصيلات بنعتبر أنه الخط البارد هو باللون الأسود. طبعا الأغلب التمديدات أو الفنيين بيعتمدوا اللون الأسود هو الخط البارد. وظل عندنا اخر شيء اللي هو راجع الجرس الاصفر مع راجع الضغط اللي بده يشغل الجرس مع بعض. الاصفر مع الاصفر يكون هيك وصلنا راجع الجرس مع راجع الضغط اللي بده يشغل الجرس. في الغالب بيكون قطر سلك الراجع 1.5 ملم او 16. هاي اخر وصلة بالدائرة كلها. رح الان نجرب نشغل الدائرة ونشوف بعد ما نضغط الضغط الأول على اليمين، هاي ضغط المصباح الأيمن الأخضر، نضغط على الضغط الشمال برضو هذا المصباح اللي على الشمال الأحمر، نرجع للضغط الأيمن اللي تحت. أيوة الجرس اشتغل، برضو الضغط اللي على الشمال الجرس اللي على الشمال اشتغل. أقدم شكري للمتدرب عبد الرحمن الحذيفي الذي ساعدني في إعداد هذا التصوير.